والحقيقة إنه مصر كان ليها نصيب في الفوز بعدد من الجوائز. دكتور مصطفى مدبولي هنأ الصحفيين المصريين اللي حصدوا جوائز الصحافة العربية اللي أعلنها هذا المنتدى في فئات الصحافة الاستقصائية والثقافية والرياضية والسياسية وفئة الشباب كمان. كما إنه هنأ موقع اليوم السابع لأنه حصل على جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. مساء الخير أستاذ أكرم وألف ألف مبروك الجائزة. نور الله يبارك فيك. ماذا تعني لكم هذه الجائزة أستاذ أكرم؟ يعني بنتكلم على في يعني جائزة في فئة الصحافة الذكية عربيا يعني على المستوى العربي، ماذا تعني للموقع الحصول على هذه الجائزة؟ هو الحقيقه يعني اولا دي اول جائزه يعني اول مؤسسه مصريه تحصل على جائزه الصحافه الذكيه، وبالتالي ده فيها قيمه للصحافه المصريه بشكل عام، وفي سنه كانت صعبه الحقيقه وفيروس كورونا والجائحه وغيره، فاحنا الصحافه الذكيه بتعني كثير لانه اليوم السابع كان مبكرا جدا بدانا فكره توظيف التقنيه والتكنولوجيا وغيره والاتصالات لصالح القارئ. يعني احنا طول الوقت بنحاول نقدم يعني فكره غرفه الاخبار المدمجه دي كانت يعني اختراع في وقت من الاوقات. اليوم السابع بداها من بدري ان يبقى في غرفه واحده بتصب في كافه المنصات بتصدر الموقع الالكتروني وهو قاطره العمل في اليوم السابع الحقيقه، بالاضافه الى الديجيتال تي في وده احد المنصات المهمه لينا وهو منصه صحفيه في الاساس لانه بيقدم القصه الصحفيه بشكل مرئي لانه القارئ النهارده اصبح لديه امزجه مختلفه بالاضافه الى الصحيفه المطبوعه. فغرفه الاخبار المدمجه الحقيقه كنا سباقين بيها، وطبعا احنا بنبارك لكل الزملاء اللي حازوا على جوائز لانه الصحافه المصريه اي جائزه حد بياخدها زميل او مؤسسه ده معناها انه الصحافه المصريه بخير وقادره على انها تخوض في هذا الامر. ويمكن كلمه رئيس الوزراء مهمه جدا دكتور مصطفى مدبولي قال كلام مهم جدا فيما يتعلق باهميه هرجع لحضرتك لمناقشه ابرز ما قاله دكتور مدبولي في كلمته، بس كمان عاوزه اعرف من حضرتك ايه اللي تحتاجه المؤسسه الصحفيه لتبدع لتتميز في مجال الصحافه الذكيه او الصحافه الالكترونيه؟ هل الموضوع يعني يتعلق بوسائل التكنولوجيا ام انه المزج يعني ما بين التكنولوجيا ما بين الحس الصحفي، ولا يعني محتاجين امكانيات؟ هل لا. المؤسسه الغنيه هي اللي هتكون اكثر تميزا؟ هو الحقيقه انه المهنه في الاساس يعني بمعنى انه العنصر البشري، واحنا تميزنا كمان بالاضافه لاستخدام التقنيه. من يستخدم التقنيه؟ لانه في النهايه المحتوى القارئ عاوز محتوى، عاوز الخبر في وقته والمعلومه صحيحه ومدققه وبمصادرها ومؤكده. الخلاف في الشكل يمكن بعض الناس يقولوا لا اصل الصحافه دي هتختفي او دي، لا الحقيقه انه هي الصحافه واحده والمحتوى واحد ولكن الاشكال مختلفه. احنا التقنيه فيها مميزات كثيره وفيها بعض العيوب، ومواقع التواصل فيها مميزات وفيها بعض العيوب، فاحنا عاوزين نغذي هذه المميزات بمعنى انه القارئ يمكن احنا بدانا بالصحافه الالكترونيه المكتوبه والصحافه المطبوعه. النهارده عندنا الفيديو لان القارئ النهارده اللي معاه جهاز الموبايل النهارده بيحتوي على كل شيء، يعني باللمس بيتفرج على قناه تلفزيونيه او بيتفرج على صحافه ديجيتال زي اللي احنا بنقدمها قصص اخباريه ودايما صحافه الموبايل النهارده كل العالم بيتكلم عنها. بالعكس يعني دي تغذي يعني دايما الاستثمار في المعلومات هو اللي بينتج اغنى ناس في العالم النهارده. يعني حضرتك بتقولي الاغنى، الاغنى ناس في العالم الناس اللي بيشتغلوا في المعلومات. يعني يمكن حتى في جائحه كورونا كان في تقرير انه في 620 ملياردير زادت ثروتهم تريليون، كلهم اغلبهم بيشتغل في المعلومات امازون نعم. او غيره نعم. فالفكره هل هنا تميز الموقع يا استاذ اكرم سحب البساط زي ما بنقول من الجريده؟ الحقيقه ان كل المنصات عندنا بتعمل بشكل جيد وبشكل اولا اقتصادي وفي نفس الوقت مؤثر وله القارئ والمتابع، لانه زي تعلم اللغات كده احنا طول ما احنا بنتميز بشكل عام في غرفه اخبار مدمجه تستطيع ان تجمع الاخبار وتنشرها في وقتها، يمكن فرق التوقيت ويمكن فرق الشكل بمعنى انه الصحيفة المطبوعة ربما القارئ ينتظر تحليلات للأخبار أو ضخ الأخبار الكثيرة التي رآها، لأنه الخبر النهاردة
اصبح بيبقى قديم احيانا بعد نص ساعه او ساعه، والاحداث في العالم كله بتجري وما بقاش حدث داخلي النهارده اللي بيأثر في العالم. لما بتشوف حاجه يعني كورونا النهارده في عصر المعلومات، كل الناس في العالم بيتابعوا اخبارها سواء في مصر او في احنا عارفين اللي بيجرى في امريكا وعارفين انه بره، ويمكن ده كان جزء مهم قوي من فكره المعلومات اللي احنا بنقدمها، ان انا بقدم له بقول له ان مش انت ناس كتيره كانوا يقولوا مصر وغيره، ومع ذلك مصر اتضح ان هي ربما تكون اقل قليلا واقل كثيرا من دول اخرى انظمتها الطبيه انضربت. ده فكره المعلومات واهميه توظيف المعلومه والعنصر البشري، باؤكد لانه احنا هذه التجربه قام بها وقدمها يمكن عدد كبير جدا من الشباب كانوا صغيرين جدا وخارجين جامعه طبعا، وبالتقنيه من غير صحفيين فاهمين قيمه المعلومه واهميتها للمواطن هتبقى ملهاش لازمه. طيب استاذ اكرم، خليني اقف مع حضرتك على كام نقطه ذكرها دكتور مدبولي في كلمته، وخليني ابدا بنقطه تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي، وده موضوع الحقيقه يعني تم النقاش فيه اكتر من مره، لكن هو لما بيقول اذا اردنا اعلام عربي يستطيع انه يمد جسور التواصل من المحيط للخليج فلابد من تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي، حضرتك بتشوف النقطه دي ازاي؟ تفعيل ميثاق شرف اعلامي على المستوى العربي يجمع ما بين ممارسات صحفيه مختلفه في الوطن العربي وكمان اهتمامات عربيه على مستوى المواطن قد تختلف. بالظبط، هو ميثاق الشرف الاعلامي يعني بمعنى انه يكون في اعلام مهني واعلام يقدم الحقيقه ويقدمها في وقتها وبشكل لائق، بمعنى انه كمان اعلام لا يخوض في الامور الشخصيه، لا يشخص المعارك، يمكن ان يكون في تعدد في الاراء بناء على معلومات وبناء على نقاش حقيقي وحوار حقيقي، وليس تقطيع هدوم او بعض الدول اللي بتمارس نوع من الابتزاز السياسي او الابتزاز الاعلامي او تهاجم او تكتب. يمكن احنا شفنا الرئيس اكثر من مره رئيس عبد الفتاح السيسي كان يحذر من فكره انه الناس انه ان احنا نحول معاركنا مع بعض الدول او خلافاتنا برغم انها دول معاديه الى معارك شخصيه، احنا لا 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 يوجد شيء شخصي، في خصومه سياسيه وخلاف في وجهات نظر حقيقي. هذا يجب ان يتحول الى معلومات. يمكن رئيس الوزراء دكتور مدبولي قال كلام مهم قوي في انه مواجهه الشائعات تتم بدعم الخبر والمعلومه الحقيقيه بشكل احترافي. بشكل احترافي يعني لازم يبقى فيه تعدد في وجهات النظر بناء على المعلومات. ففكره انه ميثاق شرف طبعا، وميثاق شرف حتى يفترض انه يحكم الناس، ما يبقاش فيه شخصنه في الحوادث، في التعامل مع الاطفال، في التعامل مع الافكار العنصريه والافكار المذهبيه والطائفيه. احنا شفنا النوع ده من الاعلام هو اللي فكك بعض الدول واسقط دول واسقط، ويمكن رئيس الوزراء قال مش لازم الكلام. ففكره انه لازم يبقى في معلومات لانه ما حدش يقدر يحجب المعلومات النهارده، احنا في عصر السماوات المفتوحه، مواقع التواصل بتنشر وغيره، يمكن حتى بناء على يعني انتقادات من مؤسسات صحفيه محترفه وغيره بما فيها اليوم السابع وغيره، كثير من منصات التواصل الاجتماعي النهارده بتحاول تظبط ادائها وتحاول تطبق نوع من المعايير فيما يتعلق بنشر وبث الاخبار. طيب على ذكر النقطه دي استاذ اكرم، يعني كمان دكتور مدبولي في كلمته قال انه الاعلام سلاح فعال لتثبيت اركان الدول، ازاي الاعلام يقدر يثبت اركان دول وفي نفس الوقت يكون قادر على انه يبني جسور ثقه مع المواطن؟ اذا المواطن لم يثق في اعلامه سينصرف عنه قطعا، ده يحصل ازاي؟ يعني نشر الحقيقه اولا، يعني بمعنى ايه؟ انه الخبر للقارئ، الخبر الخاب موجود، وفي نفس الوقت احاول احلل هذا الخبر من خلال مختصين يقدروا يفهموا الناس. يعني احنا النهارده فيروس كورونا، بالتاكيد احنا شايفين نوع من البث ونشر الوعي، والاعلام بيقوم بدور مهم في نشر دايما كثير من معلومات الناس بيستقوها النهارده من الاعلام وكده. ففكره انه يبقى فيه طبعا المعلومه اولا، وانت قلت حاجه مهمه قوي انه الانسان المواطن لو ما وثقش او القارئ لو ما وثقش بوسيله الاعلام وهينصرف عنها، وفي النهايه القارئ هو فعليا اللي بيشوف وبيمول، والنهارده في عدادات لكل شيء. يعني انا اليوم السابع المليارات اللي بتشوفني مثلا على مستوى الشهر او مستوى الاسبوع او مستوى السنه، النهارده لو هو مش شايف ان انا بقدم له منتج مريح بالنسبه له ومنتج بيوضح له معلومه وبيعرفه يعني ايه خبر او المعلومه بتحصل في وقتها ونصها، هينصرف عني. وعشان كده القارئ اعتقد انه اليكسا كانت اختارت موقع اليوم السابع، بس الكلام ده كان من سنه، ممكن طبعا يكون دلوقتي الوضع افضل. اليكسا اختارت اليوم السابع، او يعني هي مش بتختار بمزاجها، يعني عندها ارقام واحصائيات طبعا، وطبقا لارقامها اليوم السابع الموقع رقم واحد اللي بي 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 بيدخل عليه المصريين.
ده صحيح، وعربيا على فكره ليه مساحه كبيره، وعالميا الحقيقه الناس من بره بيجي لنا ردود افعال وكافه الجاليات المصريه والعربيه بتتفاعل معاه، والحقيقه ان هو ده بناء بجهد الناس زي ما احنا بنقول، واحنا ده لا يعني بالنسبه لنا ان احنا نقول اننا الافضل دائما. طبعا احنا بنقدم منتجنا من اجل القارئ اولا واخيرا، واحنا جزء من منظومه اعلاميه، وعشان كده احنا بنقول كل الزملاء اللي خدوا الجوائز خدوها للصحافه المصريه، وفي نفس الوقت احنا بنستثمر النجاح ده ان احنا رقم واحد في اننا نطور طول الوقت ونقدم مثلا بالظبط تحدي بقى في الحفاظ على هذا النجاح. الحفاظ بيبقى اصعب لانه بيحتاج جهد، وده بجهد الناس جميعا، ويمكن الاستاذ خالد صلاح قال هذا الكلام في كلمته، واظن انه ده يعني بيلخص فكره انه يبقى في فريق عمل متوازن ومتوائم وقادر على انه يطور ادواته بشكل دائم ويتدرب. يعني اليوم السابع على التجربه مهمه ومتميزه قطعا في تاريخ الاعلام المصري والصحافه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص، كاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع، مره ثانيه الف الف مبروك لحضرتك، للموقع ولكل الصحفيين المصريين اللي حصلوا على جوائز.